ما اعرفش احدد النفر ده. انا الحكم يا ليه بيفتح بقى؟ طب ادينا اماره ان انت ابراهيم الحكم. يعني ازغرت لك ولا اطبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الحكم؟ يا سلام، ده اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده باماره العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه بأمارة الشنطة. حبيبي لا أهتم، حبيبي لا أهتم. ارجع. نعم ارجع يا عم الأمور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ اه اجي معاك اخطب لك الليلة. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحة. لما اكون في مصلحة تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاكش؟ اه. لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج عليا. يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من اخرك. طلبت خرام ومراخينا. لا لا خدهم. على ما عفنا. خلاص. اخد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. للدعوة كله كان امبارح للجدن حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى حانتكك من عند عمك زقرم لان حاجه منجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجع؟ وجاه وجاه وحيت ابوك الحلو كده. والله يا انت هتشكر بذوقي بذوقي عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي مننا انا نقطك في ليلتك يا احمد. ايه ده يا لمبي؟ ايه انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني اخويا يا لمبي؟ مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص مصدقش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوة دي. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت الغباوة. مش مخلص الغباوة بتاعت ابوك. مش مصدق. الاهلي يلعب. الاهلي يهدي المصطبة. الاهلي يهدي المصطبة. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد التلاته. ياد فين ياد التلاته؟ مين واحده في التلاته عندي؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك الصوله دي؟ بحبها يا لمبي بحبها قوي. طب خلاص حبيبي. طب خلاص يا ريت انك بتتزفت بتتبعث بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا اللي هتقول لي از. لا مفيش از. لازم تضمن حقك وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقف الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع كمبيالات. كمبيالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا لمبي؟ يا تفهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق. انت مارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اربط ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم حضرتك.
نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبة وتكتك تاك شكبة وتكتك ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ على ايه يا عم الله ايه اللحام اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة هتقدم عن سحبهم تحت ديجور ده معلش يا لمبي استحمله عشان خاطر عشان خاطر طب انا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا خلاص خد انت عطبطني ولا ايه؟ لا ده يبقى ده انت بدلت اول يا لمبي تبص واخد بالك عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده مية ده بيحلم وهو قاعد يا عم لها تنفلتك الصعب معلش يا لمبي لمبي بزفت ايه؟ عشان خاطر يا لمبي الجوازة دي مش هتسلم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخليهم في مفرد الجزمة وعلى حاجة كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة نتعرف عليك؟ اسمي اللمبي عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدر كويس؟ وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك وطردني في الشارع برضه غصب وتدر وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت بقى وضح لو سمحت وضح اسنجيت يعني اترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي ساعتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيج من بتاع الاسهال وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة وقشف كخة عايزان اطلع الطيار طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نمتع اللمب لمبك لمبك كنت بتكلم سخان اللمب انت انت ايه اللي جابك هنا انت دخلت امتى اه انا من امبارح وانا هنا دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده يعني اتخنقت شويه انت بقى والنهارك طين نهارك اسود يا عبد الباشا والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه حقيقه ايه اصل عم خد عقد شهر تعبوه اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده تفهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم انت جاي هنا تتسجن عارف ليه انت عالي على المجتمع انت حساله حشره تداس بالجزمه القديمه فاهم يا ولا ولا انا عارف السجن كويس لسه ما فكرتش المكان بتقول ايه يا ولا لسه ما فكرتش المكان انت مخبي موس في بقك يالا اخبي موس في بقي ليه شعر دقن بيطلع لجوه يا ولا صار اضحك يا ولا ده عبيط ده ولا ايه اخرس تعرف يا ولد التواليتات بتاعت السجن
التلاوة التالي الكبانيه. الكبانيه الكبانيه الكبانيه، ما في حد ما يعرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانيهات السجن كبانيه كبانيه. استنى الكبانيه. بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم، وبعد كده احنيهم وارضعهم وننامهم في سربريرهم. يا ولا الحنان ده كله، ولا يا ولا قلب الام ده، يا قلب الام ده، يا ولا سيب انت خليك معايا انا، ولا يا ولا الحنان ده، ولا انا اعمل ايه؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده، تجيني هنا اجيلك انا. ايوه اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. حطها في جيبك وسخمن بوكمن. سخمن بوكمن؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني. يا رب ان الكل من اللي يقول انا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعة غسيل زي الفل. مع السلامة عليكم. انا انا غسيلي الغسل كسر ايديا، هو الشفيف حلو بعينيا والصابون جوا بعينيا، علشان اغسل انا لا 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 اغسل لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي، الناس دي بتاكل ايه؟ بيبي؟ حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا لليش هظبطك. ظبط ايه رأيك في النفسين دول؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. سلام. بوسة؟ يا أصل اللي بحكاية اسود. انت عارف ايه؟ لو الهروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار، عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وصل. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش، انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق، يلا بينا. بينا عادينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعنا، وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي، الاسبوع اللي جاي، الاسبوع اللي بعده. انا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحه كده ومن الاخر ايه الحكايه. مفيش حكايات ولا حاجه. الله، يعني انت ما تقدرش تعمل حاجه؟ اديني مستني رياض باشا ياخد اجازه، ياخد فرقه، يطلع مأمورية. ده انا جسيته بس ان انا ندخل تلفزيون او كاسه للباشا
كان هيعمل لي محاكمة عسكرية. يعني الحكاية باظت؟ مفيش حاجة باظت، أنت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ هربت ولا ايه؟ يا نهار ابيض. خلاص يا عم متخف. هربت ولا ايه؟ متخف خلاص، انت هتفضحنا. مخبي يا صاحبي، حرام عفنا.